تتسم مواجهات الزمالك والمصري عبر التاريخ بالندية والإثارة، حيث تعد من أبرز كلاسيكيات الكرة المصرية خاصة على المستوى الجماهيري. ويلعب الزمالك أمام المصري البورسعيدي مساء السبت المقبل بمنافسات الجولة الثالثة من دوري نايل للموسم الكروي الجاري 2024-2025. مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي كانت هي الأولى في تاريخ الدوري بنسخته الافتتاحية موسم 1948-1949، الثاني والعشرون من أكتوبر من عام 1948 كان موعدا لأول مباراة في تاريخ الدوري الممتاز بين الزمالك والمصري، حيث كان الزمالك يلعب باسم فاروق. ومثل الزمالك في تلك المباراة كل من يحيى إمام وفكري وهدان وسعيد العربي ومصطفى نصر وسعد رستم وأحمد عبد العزيز وعمر شندي وعلي عثمان ومحمد أمين وعبد الكريم صقر. ونجح الزمالك في حسم المواجهة بخمسة أهداف مقابل هدف، حيث سجل له كل من محمد أمين وعبد الكريم صقر، ودون سعد رستم اسمه في السجلات التاريخية للدوري بأول هاتريك في المسابقة.